السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن دراجة أوربيا. الدراجة دي فيها مواصفات حلوة ومواصفات عالية. أول حاجة الفريم بيجي معنا ألمونيوم والمساعدين ألمونيوم مساعدين لوك سانتور، وتيش الكرسي ألمونيوم والرقبة والدريكسيون. نظام فرامل شيمانو محترم جدا. فرامل الشيمانو دي حاجة عالية في الفرامل الهيدروليك. يعني الكروم معنا بيجي قصيرة جشمة شيمانو ألتوس أمامي زي ما احنا شايفين. الفرامل القوية جدا غير الفرامل اللوجان والكلام ده كله. كوتال الفرامل شيمانو هو سيستم بيجي مع بعض. العجلة دي فعلا كويسة وماركة عالمية. الجنود بتيجي ألمونيوم أسلاك حديد كاوتش كندا تايوان أصلي زي ما احنا شايفين مع بعض. السرر بتيجي أوربيا، ودي غير العجلة الجالاكسي البي 200 اتش، يعني في فرق شاسع. وده كان فيديو النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم. لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة ليصلكوا كل ما هو جديد.